البحث عن المتاعب ده ما كذبش. ها سبعايا ولا قطايا؟ قطايا ايه بس مازيل؟ اسدايا وحياتك، ديناصورايا، قضعايا. ايه الشاي بتاعك ماله؟ فيه ايه؟ ما اشتري غير. والله اسمع، تليفون اطلبي لي تحت، قولي لهم يحجزوا لي الصفحة الأولى وحتة تمن كده من الصفحة التانية. بحالهم؟ اه يا ريت حتى يكفوا. والمانشيت بقى بالأحمر الكبير كده، نجلاء فتحي عبد الباسط الجعر تحصل على اعتراف مجرمين سرقة شركة النور والكهرباء دون أن يحسوا، كده بصوت عالي. الطلب ده بقى يا آنسة يطلب من الأستاذ مجدي. أستاذ مجدي؟ مجدي ده دكتاتور، مجدي ده رجل طاغية ورجل مسيطر، والصحافة مش ممكن ابدا الواحد يكون مسيطر وطاغية، لازم يبقى فيها مرونة. اقعدي طولتي عليا وانا بتكلم، رقبت عشان احلى و يا بني يا بني يا بني ولقد وانا واثقة، انا واثقة إن هذا المجهود المضني اللي انا بذلته في المحكمة وهذا الهرس اللي انا اتهرسته في هناك تحت البتاع، فانا عارفة ان سيادتك هتقدر هذا المجهود وهتديني علاوة. علاوة على ايه؟ هلاوة على ذلك. يظهر ان نجلاء يا فندم النهاردة عاملة شغل كويس وعلشان كده طالبة الصفحة الاولى. الصفحة الاولى؟ ايه الافتراء ده؟ طب يلا بينا نستعرضها سوا.